السلام عليكم من ساحة الشرف وساحة الاعتصام، باقين ومستمرين لو مو تنطر لو شي يصير فينا خيصير، لان انتوا اذيتونا 17 سنة صار، فباقين صابرين الى ان نزيح الاحزاب واعضاء البرلمان. الواجب قتلها الظلم والحار والجوع قاتلها. اتذكروا من راحت الواجب تنتخبكم بالمدارس رغم درجة الحرارة 52 و51 وتروح الوادم خطية الدشاديش مطقعة عليها من الحر وبالتربان وتروح الوادم تنتخبكم. شوف ايش راح يسوون بيكم هالوادم، باقي نفس هالوادم جاي يقول لكم مريدكم. هاي انتم من حلفتوا بالدستور وحلفتوا بالقرآن وعايشين من القرآن، حلفتوا بيه شو حلفتوا؟ حلفتوا بجدول الظروف، حلفتوا بالقرآن. لك عمة حرامية ما حد يلدكم، طلعت الوادم ضدكم، انتم حرامية. بكت العراق نائبة العراق لو مو برج باقي الوادم مستمرة. فتسقط الأحزاب، فتسقط الأحزاب، فتسقط الأحزاب، فتسقط الأحزاب. ها رسالتنا للبرلمان الفاسد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة رافدين والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. طبعا اليوم الموضوع عن التأييد من ساحات الاعتصام في العراق للمهلة التي أعطاها المتظاهرون في محافظة ذي قار للسلطة الحاكمة في المنطقة الخضراء بتلبية مطالب المتظاهرين والمعتصمين، وإلا سيكون هناك تصعيد سلمي من نوع آخر يتبعه المتظاهرون والمعتصمون بطريقتهم طبعا وينفذوه على أرض الواقع. نبدأ من إعلان معتصمي ساحة التحرير وسط بغداد تأييدهم للمهلة التي وضعها المعتصمون في مدينة الناصرية للحكومة من أجل الاستجابة لمطالبهم. قال المعتصمون أن متظاهري بغداد سيتضامنون مع إخوتهم في بقية المحافظات ضد محاولة التملص من تنفيذ مطالب الثورة المشروعة الهادفة لبناء عراق موحد ذي سيادة. وأضاف المعتصمون أن موقفهم هذا يأتي تثمينا لمواقف المتظاهرين في الناصرية منذ بداية الاحتجاجات وحتى هذه اللحظة، ووفاء لدماء شهداء الثورة. وكذلك ردد المتظاهرون شعارات تندد بالتدخل الإيراني في الشأن العراقي. طبعا أيضا هدد المعتصمون في ساحة التحرير في بغداد بالتصعيد السلمي وقطع جميع الطرق الحيوية في العاصمة بعد انتهاء مهلة محافظة ذي قار، وشددوا على موقفهم بالاستمرار في ثورة تشرين. طبعا نحن نتساءل اليوم مشاهدينا الكرام، ما رأيكم في هذه المهلة التي أعطيت لسلطة المنطقة الخضراء من أجل تلبية مطالب المتظاهرين والاستجابة لها؟ وكذلك كيف تتابعون هذا الإصرار من المتظاهرين والمعتصمين على تحقيق مطالب الثورة وهي إسقاط النظام وإنهاء حكم الأحزاب الفاسدة؟ طبعا نذكر هنا أن معتصمي ذي قار أكدوا تمسكهم بالمهلة التي حددوها للسلطة الحاكمة في المنطقة الخضراء والتي تنتهي يوم الاثنين القادم. أظهر مقطع مصور تداوله ناشطون طبعا مجموعة من متظاهري مدينة الناصرية وهم يجهزون الإطارات استعدادا لقطع الطرق الرئيسة كخطوة تصعيدية بالتزامن مع انتهاء مهلتهم التي حددوها. وكذلك أكد المتظاهرون أن خطواتهم التصعيدية ستبدأ بقطع الطرق السريعة خارج المحافظة لإيقاف حركة المرور، بالإضافة لنقل خيم الاعتصام إلى هناك. يعني وصل المتظاهرون والمعتصمون في العراق في ثورة تشرين إلى قناعة أن السلطة الحاكمة في المنطقة الخضراء والأحزاب التي تحكم العراق منذ عام 2003 لا تكترث لما يطالب به العراقيون، لم تحقق لهم أي شيء ولن تحقق لهم ما يصبون إليه، لأنها في نظر العراقيين جميع العراقيين هي مجموعة من الفاسدين يحكمون هذا البلد ودمروا البلد بسبب تواطؤهم وخيانتهم وعمالتهم للغير. وبالتالي وصل المتظاهرون والمعتصمون إلى قناعة تامة أن يعني هذه السلطة الحاكمة وهذه الحكومة لن تستطيع أن تحقق أي مطلب من مطالب المتظاهرين. مع هذا يتعامل المتظاهرون بسلميتهم وبأخلاقهم ويعطون الفرصة تلو الأخرى، لعل وعسى يعني تعي هذه السلطة الحاكمة مدى جدية العراقيين في مطالبهم ومدى رغبتهم الحقيقية في التغيير.
المهلة التي أعطيت الآن من محافظة ذي قار وطبعا التي حصلت على تأييد كبير جدا من باقي ساحات الاعتصام، وهناك مساندة وهناك أيضا خطوات شبيهة سيقوم بها وينفذها المتظاهرون، خطوات سلمية تصعيدية، قطع الطرق الرئيسة الحيوية الرابطة بين المدن والتي توصل إلى نقاط مهمة في الدولة، هي ربما الخطوة التصعيدية التي أعلن عنها المتظاهرون، التي ربما سيكون تأثيرها بالنسبة من وجهة نظر المتظاهرين فعالة في شل حركة البلد وبالتالي الضغط أكثر على هذه السلطة الحاكمة. طبعا مشاهدينا، يعني لدينا حقيقة رسائل تتحدث عن توقف البث حاليا، هناك حقيقة تشويش نتعرض له وهناك تضييقات على بثنا، وبالتالي نحن نحاول الآن إيجاد الحلول السريعة إن شاء الله، لن يطول الأمر، سيكون هناك حل لعودة البث على قمر النايلسات بشكل سريع جدا، لكن هذا ما تعودنا عليه طبعا من الأحزاب الحاكمة والسلطة الفاسدة التي تضيق دائما وتتبع سياسة تكميم الأفواه. طيب معنا السيد أبو عمر من بغداد الآن، تفضل يا أبو عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حي الله قناة الرافدين وحي الله مشاهديها. كل الهلا يا أبو عمر. احنا بالنسبة التظاهرات اللي جارية ببغداد وسوها تظاهر كافة المحافظات. نعم. والمحافظة الناصرية اللي عطت المدة للحكومة او للأحزاب الفاسدة، ليس نقول للحكومة. نعم. اللي بعد كم يوم راح تنتهي هاي الوعد اللي عطيناه لهم. فاحنا بدورنا في بغداد وكافة المحافظات اللي منتفضة على ضد هذه الحكومة الفاسدة، من المؤكد احنا نعرف هاي الحكومة ما راح تلبي اي طلبات للشعب. لكن احنا حذرنا وقلنا سبقا من هذه الحكومة اللي متواصفة بقتل الشباب اللي متواصلين في ساحة التظاهر والاغتيالات في جاهز الصين من قبل الأحزاب الفاسدة. هذه ما تخوف أبد للشعب العراقي وللثوار العراقيين اللي احنا متظاهرين في سوح التظاهر في كافة المحافظات. كافة المحافظات هي تمثل بغداد وبغداد تمثل المحافظات وكل الشعب العراقي يمثل العراقيين أجمع. نعم. وإحنا إن شاء الله بدورنا في بغداد راح تصاعد تظاهراتنا في قطع الشوارع وضرب عن الدوام. نعم. وإغلاق بعض الدوائر الموجودة اللي عندنا في بغداد وضرب عن الكليات والمعاهد، فراح يصير عندنا تصعيد قوي من 20 بالشهر إن شاء الله. يعني ألا تعتقد أنه ألا تعتقد أنه هاي السلطة الحاكمة ممكن تلبي مطالب الناس ويعني تنسحب من العملية السياسية؟ لا أخ محمد، بالنسبة هاي الحكومة إحنا نعرفها كل زين. لو كانت تلبي مطالب الشعب لكان اتنازلوا عن الحكومة والأحزاب الفاسدة اللي جاي تطمع بالشعب، لكان من عندها فد دور او فد كلام يرضي الشعب. لكن ما شفنا اي شيء يرضي هذا الشعب، واللي الطرف الثالث اللي هم قاعدين يسمونه ماكو من عنده اي محاسبه لارضاء هذا الشعب العراقي الثائر. فهم راح يعرفون انه بقاهم في السلطه على يؤكد بانه هم القوه، لا بل الشعب هو القوه، الشعب هو مصدر السلطات وقادر على هذه الحكومه الفاسده ان ينهيها من بعد المده اللي اعطاها ثوارنا في ناصريه وفي بغداد. نعم. وإن شاء الله دورنا إن شاء الله إحنا متحزمين، وإن شاء الله سوف تكون تظاهرات في شوارع بغداد وكافة مدن بغداد ومحافظاتها بقطع الطرق، وهذه الأيام التي سوف تأتي إلينا سوف تكون أكثر تصعيدا من الأول، لأن في السابق ليس لدينا أي تصعيد وليس لدينا أي مواعيد الحكومة. وإن شاء الله سوف تكون هذه التظاهرات سلمية بعون الله لحين إسقاط هذا النظام وإسقاط العملية السياسية في أحزابها وفي هاي السلطة إن شاء الله، وتغيير هذا الحكم إلى حكومة انتقالية وحكومة رئاسية إن شاء الله تخدم للشعب العراقي وللأمة أجمع، لأن العراق سوف يعاد حقه من هذه الطغمة الفاسدة التي حكمت العراق في 2003 ولحد الآن. وإن شاء الله إن شاء الله سوف تراد أخبار
جيدة عن تظاهرات هذه الثوار نحو المضيء للأحسن إن شاء الله تعالى بعون الله تعالى. شكرا جزيلا أبو عمر، كنت معنا من العاصمة العراقية بغداد. طبعا التأكيدات تستمر بالخطوات التصعيدية السلمية لتحقيق مطالب الثورة، على رأسها طبعا إسقاط النظام وإنهاء حكم الأحزاب الفاسدة. هذا هو المطلب الشعبي الآن في العراق، وهذه هي رغبة العراقيين الذين يسعون إليها. وطبعا كما تفضل السيد أبو عمر من بغداد، سيستمر العراقيون بخطوات سلمية تصعيدية حتى إسقاط هذا النظام. الأسباب في استمرار اتباعهم للأساليب السلمية تحدثنا عنها سابقا، ونكرر مرة أخرى لمن يشاور عقله بتغيير هذا الأسلوب أو عدم نفع هذا الأسلوب. السلمية باستمراريتها أجبرت هذه السلطة على ربما الرضوخ حتى أو عدم القدرة على التعامل بعنف أكثر مما تقوم به الآن، بسبب نظر العالم إلى القضية العراقية. بسبب سلمية المتظاهرين تحرج هذه السلطة في كثير من الأحيان في القمع الذي نراه بشكل كبير. يعني نرى نحن قمع، نعم، ورأينا منذ اليوم الأول، لكن لا تستطيع أن تقوم بما عملته أو بما قامت به مع المحافظات الغربية من إبادة شاملة وتدمير للبناء وللحياة بشكل عام في هذه المحافظات. هي تتعامل بأسلوب قمعي من نوع آخر قدر المستطاع، لكن لا تستطيع أن تقوم بما قامت به سابقا بسبب رؤية العالم ومشاهدته وتفاعله كذلك مع ما يحدث في العراق. وبالتالي هم ينتظرون، يتحينون فرصة أن تحدث الزلة والخطأ من المتظاهرين باتباع أسلوب التصعيد المسلح ربما أو العنف. وهذا ما تنتظره الميليشيات، وهذا ما تنتظره السلطة الحاكمة في المنطقة الخضراء، لكي يكون هناك ذريعة أمام العالم الذي جزء منه يناصر هذه الحكومة ويؤيدها، بأن يكون هناك إبادة تحت ذرائع كثيرة، من ضمنها الإرهاب، من ضمنها خلايا الإرهاب النائمة، وهذه التهم التي هي محضرة وجاهزة وينتظرون الفرصة. وضعوا الكثير من المندسين، حاولوا تشويه صورة الثورة، لكن المتظاهرين واعون جدا لما يحدث ومتيقظون أيضا لما يحدث من مخططات ومحاولات مستمرة لوأد هذه الثورة ولتشويه صورتها أمام العالم. طبعا نعود ونؤكد مرة أخرى مشاهدينا الكرام أن محافظة ذي قار مدينة الناصرية عانت كثيرا منذ انطلاق ثورة التشرين، طبعا مثل بقية المحافظات، لكن وقع عليها جزء كبير من الظلم ومن القمع ومجازر حصلت في مدينة الناصرية. وطبعا المهلة التي أعطوها الآن هي ربما يعتبرها المتظاهرون آخر ربما المهل التي تعطى إلى هذه السلطة الحاكمة، وآخر الفرص التي تعطى إلى هذه السلطة الحاكمة لكي يغادروا العراق، لكي ينهوا وجود هذا الحكم الفاسد، هذه الأحزاب الفاسدة، وكذلك وجود الميليشيات. قطع الطرق ربما هي الوسيلة التي يراها العراقيون بأنها الأنجع الآن في تحقيق مطالب الثورة، في الضغط أكثر على السلطة، في الضغط أكثر على المجتمع الدولي من أجل التدخل، خاصة في ظل المناشدات التي تخرج للمجتمع الدولي للأمم المتحدة من أجل التدخل في مساعدة العراقيين لإيجاد أو لوضع أسس نظام وطني مستقل بعيد عن هذه المحاصصة والطائفية وعن التبعية لإيران أو لغيرها. فيرى العراقيون الآن أن هذه خطوة مهمة جدا في سبيل تحقيق هذه الأهداف، في سبيل الضغط أكثر على السلطة الحاكمة. لدينا رسالة حقيقة تقول: يا أبطال ثورة تشرين المباركة، إن ثورة العقول هي التي تمنح الإنسان بريق الفكرة والرغبة في التحرير من القطيع أو التحرر من القطيع، وبها تتقدم الأمم وتنهض المجتمعات. أعتقد بعد كل ما حدث وما ولا يزال يحدث أن طريق الحق أصبح واضحا جليا. أثبتوا للعالم أنكم ماضون في طريق الحق، وأنكم لن ترضخوا لضغوطات حكومة القتلة والقناصين، ولا تخشوا في نصرة الحق لومة لائم. أيها الثوار البواسل، سوف يكتب التاريخ أنكم أنتم من استعاد الوطن. أبو أوس من تركيا.
شكرا يا أبو أوس. طبعا الدعوة المستمرة للثبات والإصرار على المضي حتى تحقيق هذه الأهداف هي مستمرة من كل العراقيين في الداخل والخارج. مطالبات كثيرة للعراقيين في الداخل أن يثبتوا، أن يصبروا على هذا الظلم الذي يتعرضون له، الانتهاكات المستمرة، القمع، الاغتيالات، الخطف، مسلسل طويل جدا من استهداف المتظاهرين تتبعه السلطة الحاكمة والميليشيات التي تعبث في الدولة وفي أمنها واستقرارها منذ عام 2003 بالسماح طبعا من هذه الحكومة. إذن الإصرار والثبات هو العنصر الأهم في هذه الثورة، والبقاء على السلمية هو كذلك العنصر الأهم في هذه الثورة من أجل تحقيق مطالبها المشروعة طبعا، التي هي حق لكل إنسان أن يحصل على وطن خالي من ميليشيات، خالي من فاسدين، وطن مستقل بحكومة مستقلة وطنية تمنح لهذا الشعب حقوقه في بلد غني، من حق أي إنسان أن يتمتع بثروة بلده. لكن للأسف العراقيون محرومون من هذه الثروات ومن هذه الخيرات بسبب حجم الفاسدين الذين يحكمون في هذا البلد. مشاهدينا، أود أن أذهب إلى فاصل قصير الآن ومن بعده نعود، ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، تعرض موقعنا الإلكتروني إلى الحظر في عدد من المحافظات العراقية من قبل الحكومة ببغداد. ولمن يود تصفح الموقع وتجاوز هذا الحظر يرجى اتباع ما يلي: تنصيب أحد تطبيقات VPN للمتصفحين من الهاتف المحمول من متجر جوجل بلاي أو من متجر أب ستور وبحسب نوعية الجهاز. تنصيب برنامج VPN للمتصفحين من أجهزة الكمبيوتر لجميع الأنظمة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. معنا السيد أبو بكر من الأعظمية، تفضل يا أبو بكر. مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا، حياك الله. خليك الله، حيا ودوم. المضغ إلى أبعد، يعني إذا ما وتحل الأحزاب ترى مستحيل العراق هذه صح ولا لا؟ نعم. انتم ما تقطعون ان شاء الله، لان انتم الاعلام مالتكم وقناه عن التعريف. نعم. اي رايك بالمهله، رايك بالمهله اللي طتها محافظه ذي قار للحكومه انه غايه يوم الاثنين اذا ما حققتوا لنا مطالبنا المشروعه حنستمر بالتصعيد السلمي، قطع الطرق وايقاف الحركه في العراق، شنو رايك بهذا التصعيد؟ احسن تصعيد من الناصرية. الناصرية ضحت. نعم. الناصرية ضحت بكل شيء ضحت. نعم. والعراق والعظمية وبغداد والليل حتى يعني اللي هي ما انتفضت المحافظات هم هي هم رحبت بهذا القرار مال الناصرية. نعم.
حتى اللي تحكي كل العراق يحكي وياها. نعم، تتوقع الحكومة تلبي مطالب الناس؟ تسمع لهم؟ ترى الحكومة منتهية. هذا شلون واحد يقول لك السرطان؟ لا الانسان يموت من السرطان في الركب. ترى الدولة وبعد يوم بعد يوم ترى انت تنتهي الدولة. قرارات تكون كيف تصعد؟ الامريكان يبقون ورا يوم من يوم تواصل بالامريكان يا رب احنا جايين نحدد الاعتذار. نعم. شكرا يا ابو بكر، كنت معنا من بغداد. سيد صباح من بغداد ايضا تفضل. السلام عليكم استاذ محمد، ارحب بكم قناتكم الكريمه. حياك الله. يعني المهله راح تخلص طبعا. نعم. يعني والحكومه يعني بعد هي واقفه عاجزه عن تلبيه كل طلبات المتظاهرين، كانوا يعني يقدرون يتلافوها من البدايه. يعني من بدايه كل المظاهرات اللي صارت بكل انحاء العراق، سواء سابقا بالمناطق الغربيه او حاليا بالمناطق الجنوبيه وبغداد. نعم. كانوا يقدر يتلافوها، لكن الحكومه مصره على نمط المحاصصه الطائفيه في المناصب والمشاريع الوهميه والفساد اللي استشرى بكل الوزارات. يعني اذا 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 اذا, إذا رئيس الوزراء فاسد والوزير فاسد، وكيل الوزارة فاسد، المفتشية فاسدين وسراء، النزاهة فاسدين، القضاء فاسد، يعني ماكو عتب عليهم ولا نعول عليهم خير. فالناصرية اللي هي قلب الثورة العراقية الحالية يعني معطين مهلة للحكومة. يعني أنا برأيي الشخصي أن الحكومة ما راح توفر لهم، تخلص المدة وراح تخلص المدة، والحكومة بعدهم لحد الآن يحكون بالكتلة الأكبر ويحكون بالشخصيات اللي السيئة اللي جاي ترشحها بدر وحزب الدعوة وفتح وغيرها. نعم. يرشحون أسماء كلهم ناس يعني تابعين إلى هاي الأحزاب اللي مسيطرة ومهيمنة على دفة الحكم في العراق. فما راح نترجى خير من كل الأحزاب الموجودة وكل الطبقة السياسية والحكومة كاملة، يعني ما نترجى خير من عندهم. يعني تتوقع يا صباح أنه إعطاء مهلة، مفهوم إعطاء مهلة هو شيء غير صحيح انه يصير بعد هاي الفترة؟ لا، المفروض هي اعطاء مهلة من قبل الشعب للحكومة بالاستقالة وبانتخابات مبكرة وبتغيير الدستور. هاي شغلات المطالب الرئيسية. نعم. والمجرب لا يجرب. يعني كل هاي المفروض يطول مهلة بيها، لكن المهلة انتهت على الشعب. احنا نعرف المرحله الاخيره، يعني الطرف الثاني او الطرف الثالث اللي يحكون به هو اللي يمثل الحكومه، الحشد، الميليشيات الطائفيه. نعم. هي شايل سلاح وجاي تقتل المتظاهرين. المفروض المتظاهرين كافي سلميه، لان الحكومه مو مال سلميه. هاي الاغتيالات والكواتم والعبوات والاختطاف وقتل النساء باي مرحله العراق على مر التاريخ، باي مرحله المراه تقتل في كربلاء وفي الناصريه وغيرها وبغداد يخطفوها، وين صايره هاي؟ صايره بس عند البدر والحزب الدعوه وغيرهم، هذول كلاب والتبعيه لايران. على المتظاهرين ان يوعوا ان الحكومه شايله سلاح وتقتل بيهم وتختطف بيهم وتنفذ ابشع الاضطهاد ضدهم. عليهم ان يوعوا ويشيلون السلاح لحمايه مناطقهم. يعني مثل الناصريه تشكل افواج من العشائر وتلزم المنطقة وتطرد الجيش والداخلية ومكافحة الشغب، تقول لهم روحوا أنتم إلى مقرات وزاراتكم وإلى الحكومة اللي عينتكم، لأن هذول ما يحمون. إحنا نشوف إحنا المطارات اللي شايلين كواتم الميليشيات وبالذات بدر والعصائب واللي جاي يقتلون بكربلاء وبابل والناصرية وبغداد، هم جاي يفوتون من يوم السيطرات، سيطرات الجيش أو سيطرات الداخلية، وما حد يفتشهم ولا حد يقدر يقول لهم، لأن يحملون باجات مكتوب بها رئاسة الوزراء هيئة الحشد الشعبي المقدس. يعني هذول فوق القانون، فهذول ما يفيد بيهم سلمية ولا يفيد بيهم قطع شوارع ولا كل شيء. عليهم أن يقسمون المحافظات إلى قواطع ويسلمون للعشائر وللمتظاهرين لحمايتها من اللي يسمون انفسهم دولة ويسمون انفسهم مكافحة شغب وأحزاب، واللي جايين ينصرون المذهب. أي مذهب تنصروه؟ أن العراق وصل لمرحلة مزرية. العراق صرنا احنا من آخر الدول، يعني بكل شيء، بالتعليم، بالزراعة، بالصناعة، بالتطور، بالبناء، بالإنجازات. شنو اللي سويتوه انتو هاي حكومة حزب الدعوة اللي هاي المرحلة
16 سنه، كل شيء ما سويتوه مرض وتخلف ومخدرات وخطف وقتل وعبوات لاصقه، ويحكوا لي لحد الان ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني مقهورين عليهم بعض الريول وغيرهم، واحنا نعرف ان ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني الاسلحه والعبوات اللي زرعوها ما زرعوها على يهودي او مسيحي نهائيا نهائيا، ولا قتلهم يهودي ولا قتلهم اسرائيلي، اللي قتلوه ذول الاثنين قتلهم بس ابناء الشعب العراقي الابرياء من سنة وشيعة واكراد، وقتلهم ابناء الشعب السوري وهجرهم الناس ودمرهم العوائل وملهم السجون بالمعتقلين الابرياء على المخبر السري وغيرها. يعني كافي الشعب عليه ان يصحى ويلزم مناطقهم، اهل ولد المنطقه يلزمون منطقتهم، العشيره تلزم عشيرتها، كافي بعد. راح يجون يصفوهم واحد واحد سواء مقتدى وكلاب مقتدى من سرايا السلام وجيش المهدي، ولا ينسون جيش المهدي سوى قبل بأبناء السنة والطائفية اللي هو ذراعها. سيد صباح أنا أشكرك، وضحت الفكرة، شكرا لك، كنت معنا من بغداد. معنا سيد رياض من الولايات المتحدة الأمريكية، تفضل يا رياض. السلام عليكم أخي محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياتي لك وللقناة الراقدين البطلة والشريف. أهلا وسهلا، حياك الله. طبعا أخي محمد، الحكومة العراقية الميليشية ما تهتم بالمظاهرات، يعني الحرامي هو حرامي. نعم. وحتى المهلة لا تفيد للمجرم لأنه هو معدوم من الشرف والضمير والكرامة. القوة هو سلاح المقاومة مثل ما قلنا من قبل. الأمم المتحدة سادة إذانها، حقوق الإنسان سادة عيونها، فماتوا قوانين، القانون هو القوة. والحكومة العراقية الميليشية نقابلها بالقوة والسلاح. البرلمانيين خلي ناقشك بهاي النقطة أولاً وبعدين حضرتك تكمل الفكرة. السيد رياض، حضرتك تعرف أنه بسبب السلمية استطاع الناس أن يصمدون إلى غاية هاي اللحظة. يعني لو أكو عنف مستخدم من قبل المتظاهرين تجاه الحكومة، العالم كله كان وقف بصف هاي السلطة الحاكمة وأباد الناس وروج إعلاميا أنه خلايا داعش الإرهابية أو أي تنظيم متطرف يطلعونا واحد جديد ويقولون ذولا تنظيم متطرف. يعني صمود المتظاهرين هو بسلميتهم، ليش احنا نريد ندخلهم؟ وعلى فكرة الصمود بالسلمية هو أثر حتى على العالم، انه خلى العالم ينحرج ويتعاطف وياهم ويا العراقيين، مو لسواد عيون العراقيين بس حتى يحفظ مصالحه. ليش احنا نريد نروج الفكرة العنف؟ نعم اخي محمد، انا جاوبك على هذا السؤال. تفضل. طبعا هاي الحكومه حكومه مجرمه ما تهتم، الشعب المظاهرين كلهم كلمين وذولا يقتلون بالمظاهرين بالشعب. طيب. فما يهتمون. فالعالم ساكت. اكو فرق بين العراق وسوريا. سوريا الجيش الروسي دا يساعد سوريا، العراق الحكومه الميليشيا العراقيه ما حد يساعدها، بس ايران. ايران بس عندهم الميليشيات، وانا مثل ما قلت اذا دبابه ايرانيه دخلت الاراضي العراقيه راح يضربون طهران، والله والله والله. بس الحكومه العراقيه الميليشيا هي اللي تضرب بالشعب. فما في حد يساندهم الا المظاهرين اخذوا السلاح وراحوا للمنطقه الخضراء، والله العظيم دقيقه واحده راح كلهم يهربون، الاحزاب كلها راح تهرب، الميليشيات الصغيره كلها تذب السلاح وتهرب. طيب سيد رياض، امريكا والامم المتحده كلها ويا المظاهرين تسنده. انا طبعا يعني احترم وجهه نظرك، لكن يعني حضرتك تفضلت بكلمه مهمه انه العالم ساكت، جزء من العالم ساكت، او حتى لو يدي يشاهد ويحكي بس بخجل وما دا يتدخل، لانه هناك مصالح لدول العالم في العراق. تعرف حضرتك العراق منجم ذهب، منجم ذهب لكل الدول المحيطة بينا والدول البعيدة عنا، أنه عندها استثمارات وعندها شركات وعندها، طالما أكو فساد فهم مستفادين، لأن إذا جت حكومة وطنية حيتقيدون وفق قوانين وشروط دولية موضوعة حتقل المكاسب اللي يأخذوها، فهذا الشيء ما ينفعهم. إذا طلع السلاح أو إذا استخدم سلاح من المتظاهرين، هاي الدول كلها حتروج، حتى مصالحها تبقى حتروج حتى تنباد هاي الثورة. احنا طالما قال العراقيون، طالما ما قال العراقيين بالساحات انه السلمية هي الحل،
إذا نحن نأيد بدل ما نروج لفكرة أخرى ليست في مصلحة الناس، ليست في مصلحة العراقيين. حضرتك شفت أنه تهم وعالم ما كان مستعد المظاهرات أو ثورة، أباد وعاون حكومة المالكي والعبادي أنه تبيد المحافظات السنية المحافظات الغربية، احنا نقول سنية لأن هي ذات الغالبية السنية، المحافظات الغربية أبادوها، الناس بالملايين مهجرة. ليش؟ لأنه كانوا يؤيدون فترة ما يريدون بيها لا ثورة تعكر صفو ولا تخرب عليهم استراتيجية. هسه دخلوا في حرج لأنه السلمية بدأت تعطيهم فرصة أنه يحققون هاي الأحلام بإبادة الثورة قدام العالم. يعني دي يبيدون دي يضيقون دي يقمعون بس بشكل مو مثل ما كان في المحافظات الغربية بهذا الشكل الواسع. استاذ محمد العفو، صار 100 يوم وماكو كل فايده، مظاهرين دين قتلون دين خطفون دين يقتلون، ودي يمشي الوقت دي يمشي الوقت وماكو انسان دي يتكلم. نعم. الحكومه الميليشيه قويه ودا تضرب. طيب. وماكو واحد يعني يقول لك دا نضرب 6 اشهر 4 اشهر 5 اشهر سنه الى ان المظاهرين يتعبون يروحوا البيت، يعني ما حد يتكلم. طيب انا سيد رياض انا اشكرك، وضحت الفكره، انا اعتذر منك، اشكرك، عندنا متصلين ينتظرون، وضحت الفكره. نعود ونقول فلنؤيد ونستمر بدعم الثوره في مطالبها وفي اسلوبها وطريقتها. يقول المتظاهرون، يقول العراقيون سلميه، اذا ندعم هذا الخيار، ندعم هذا الاسلوب بدل ان نروج ربما بشكل ربما من دافع وطني نعم لكن باسلوب خاطئ لأمر معين أو لقضية معينة لا تصب في مصلحة الناس ولا تصب في مصلحة المتظاهرين. شكرا يا رياض. أبو حسين من الرمادي تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك أستاذ محمد؟ حياك الله أبو حسين، أهلا وسهلا. أنا أعزي شهدانا العراقيين كافة. نعم. والله ما ربي شافي جرحانا جرح العراقيين. والله يا أخي إحنا كلنا احنا قلوبنا مع قلوبنا احنا بالجنوب. نعم. والفرات الاوسط. نعم. والله يا اخي الشعب العراقي انتهى من قبل هذه الميليشيات والعصابه اللي اتت علينا من ايران. نعم. احنا ما عندنا حكومه ولا عندنا حكومه معترف بها دوليا. لانه هسه الحاكمه بس الاحزاب، لا عندنا رئيس جمهوريه ولا عندنا رئيس وزراء ولا رئيس برلمان، ودول كلهم ما بديهم اي شيء، كله بيد الميليشيات اللي جتنا من ايران. واني اناشد اهلنا بالجنوب والفرات الاوسط. نعم. ان يستمرون بسلميتهم، وهاي السلميه هي راح تقضى عليهم وراح ينحلون اوتوماتيك، ما يظل من عندهم ولا واحد، وكلهم ان شاء الله يتخفف عليهم وينجرون محاكم جنايات دوليه على جرائمهم بالعراق. واني اناشد الامم المتحده والجامعه العربيه والحقوق الانسان الدوليه ان يقفصون عليهم ويحاكموهم امام الشعب العراقي. وضحت أبو حسين، أنا أشكرك، كنت معنا من الرمادي، شكرا جزيلا أبو حسين، أعتذر منك، لدينا متصلين ينتظرون. حمزة من واسط، تفضل يا حمزة. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيب قلب، أقدر أخذ من وقتك شوية؟ تفضل، كل الهلا. حبيب، أنا حمزة من واسط. نعم. إعلامي. نعم، حياك. نعم. حبيب قلب، إحنا بدون تسامح، إحنا لنا شغل لا بأمريكا ولا بإيران. طيب. ها حبيب قلبي. اي نعم. ها احنا لا منا شغل ولا بإيران، احنا لا نرفض لا نريد إيران ولا نريد أمريكا. تمام. احنا خلك من هالميليشيات، احنا احكي لك بها صراحة، احنا لو ما الحشد من الحرر العراق. طيب. ماشي. ها؟ لو ما الحشد من العراق أمريكا بس اصبر لي. اي أنا ما حاكي. تفضل. اي. أنا لا أغلط ولا ما أدري شنو، احنا احكي لك إياها وضحية. اوكي. احنا لو امريكا تريد تفشل مرات الحشد، تريد تفشل المنظومه العسكريه بالعراق كافه. تمام. ممكن اتناقش ويا حضرتك بهذا الموضوع تسمح لي؟ نعم. اتفضل، خليك وياي. سيد حمزه، حضرتك تقول انه الحشد هو اللي حمى العراق وحمى العراقيين، تمام؟ نعم. انا عندي كذا سؤال لحضرتك بهذا الموضوع، وحتى لا نطول بيه لان هو مو موضوع الحلقه اصلا. السؤال الاول، بالمعارك اللي صارت بالمحافظات الغربية، منو اللي حمى الحشد الشعبي من الجو؟ مو الطيران الأمريكي بقيادة التحالف الدولي؟
هذا مو كلامي. نعم. هذا بس اسمح لي، هذا مو كلامي. نعم. هذا كلام الحشد. نعم. والدوله، انه التحالف الدولي. نعم. التحالف الدولي اللي مكون من اكثر من 30 دوله بقياده الولايات المتحده امريكا، هي اللي كانت تحمي الحشد الشعبي، تحمي. نعم. مقاتلين. نعم. الحشد وقيادات الحشد. هاي واحد. نعم. اثنين. نعم. هاي بس اسمح لي، هذا كلام الدوله مو كلامي وكلام قيادات. نعم. الحشد. نعم. نعم. النقطه الثانيه. نعم. سؤالي لحضرتك، منو قيادات. نعم. الحشد الشعبي؟ مو قيس الخزعلي وهادي العامري وابو مهدي المهندس وفالح. نعم. الفياض مو ذولا؟ نعم. طيب نعم. بس خل احكي اكمل لك. هاني سؤالي بس سؤال. نعم. حضرتك مو هم ذولا القيادات مال الحشد؟ نعم. طيب شلون ذولا القيادات والشعب. نعم. رافضهم، الشعب يقول عليهم ميليشيات، شلون ذولا يمثلون الحشد؟ يعني غير نفتهم. نعم. من يعني من ولا منو يعني منو رافض المظاهرين؟ رافضهم يعني الشعب رافضهم؟ كل قيس الخزعلي ما بقى عراقي ما مسح بكرامته الارض بالهتافات لانه واحد يعرفوا العراقيين قائد ميليشيا وسفك دماء العراقيين. هادي العامري اسمع، هادي العامري اسمع المظاهرات شو تقول عليه؟ فالح الفياض اسمع المتظاهرين شو يقول عليه؟ ابو مهدي المهندس اسمع شو يقولون عليه؟ يقول من ضمن الشعارات اقلها من ضمن الشعارات اللي طلعت بالمظاهرات، لا مقتدى ولا هادي، حره تظل بلادي. منو هادي؟ مو هادي العامري؟ احنا ما لنا شغل بدوله. كم واحد يقولون احنا لو ما العراق لو ما الحشد ثق بالله ما باقي، ماشي. ما باقي شيء من العراق، ماشي. لا الجنوب ولا الوسط. شكرا يا حمزه. انا اشكرك حمزه، شكرا جزيلا للمشاركه. سيد حمزه يعتقد، وهي وجهه نظر، لديه وجهه نظر نحترمها نعم ونسمعها، لكن واقع الحال يقول أن الحشد إن كان هناك فيه مقاتلين تطوعوا بدافع وطني بهدف وطني لحماية إخوانهم للدفاع عن أرضهم، نعم كان هناك من انخرطوا ضمن الحشد الشعبي في بداية تشكيلة وكان عندهم دافع وطني وهدف وطني. وين شفناهم؟ شفناهم رجعوا مساحات المعارك، اتجطلوا على الشوارع نايمين على أرصفة، لأن المستشفيات الحكومية ما الدولة اللي مفروض تهتم بيهم وترعاهم عافتهم مشمرين بالشوارع، حقوق ما لهم لا هم ولا أهلهم، رجعوا مساحات المعارك اللي مقطوعة إيده اللي مقطوعة رجلة ونعافوا بالشوارع. مقبرة النجف، مقبرة السلام بالنجف امتلأت، هذه وفق إحصائيات حكومية امتلأت بقتلى الحشد الشعبي. سوت الحكومة تدفن واحد فوق الثاني، لا حقوق لا احترام. منو بقى بالحشد حاليا؟ بقت الميليشيات اللي هي كانت اصلا نواه هذا الحشد، اللي اسست هاي الفكره، طبعا بعد الفتوى استغلوا الفتوى. باختصار شديد الان مرفوضون قاده الحشد وهاي الميليشيات مرفوضون من المجتمع. هاي المؤسسه اللي اسمها الحشد تشوهت صورتها، ما كانت مثل ما صدرت في البدايه، تشوهت صورتها وخربت قدام العراقيين، بعد ما حد يثق بهم ولا احد يحترمهم. من معنا الان؟ محمد من الرمادي، تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ محمد. حياك الله محمد، أهلا وسهلا. خويا شلون خويا؟ خويا إحنا قدمناكم دولة مال المعتقلين، ما حد جاي يطالب، جاي يطالبون بالمعتقلين مال المظاهرات. المعتقلين دولة نسوهم مال المنطقة الغربية. نعم. فإحنا نخناك أستاذ محمد، ردناك يعني كل ما تطلع لقاطة نطلع لنا ياهم وياهم، من يقول لك على المعتقلين مال اللي ما مال المظاهرات هم عندكم معتقلين مال المناطق الغربيه. نعم. إيه استاذ محمد الله يخليك، انا جاي ترى اتواصلك، جاي الخبي كاني بس انا متواصل وياك. نعم. استاذ محمد فدوى لعينك. حاضر ابو حاضر سيد محمد، حاضر تدلل باذن. نعم. الله. احنا نطلب من عندك تساعد ويانا تساعد، مين يطالبون على المظاهرات؟ هم يطالبون على المعتقلين. نعم. والله ما عندنا غير رحمه الله الواسعه. نعم. والله غير رحمه الله الواسعه اخويا محمد، ترى احنا بقناتكم الشريفة. نعم. أنت الشريف ونطلب قناتك الشريفة أستاذ محمد. إن شاء الله إن شاء الله. صدق العينك. إن شاء الله. أنا مقابلك خبرتك نفس مرة. صحيح صحيح. أنت سبق عشنا فراني أخوك. صحيح. والله والله يا أبو محمد. والله صدقني يا أبو محمد، إحنا يومها أخذنا اتصال حضرتك ومشاركتك وروجنا له. نعم. على الإنترنت على الفيسبوك، روجنا له عن طريق حساب القناة إنه حتى الناس تشوف وتسمع إنه حضرتك. نعم. والمعتقلين ملف. نعم. المعتقلين من المحافظات الغربية. نعم. بالعراق مهم جدا، يعني إن شاء الله ما ننساكم. نعم. قدر الإمكان نعيد ونزيد بهذا الموضوع إلى أن نلقى حل بإذن الله. أنا أستاذ
نعم. قناتكم الشريفه ما عندها غير قناتكم الشريفه انا اللي مقابلك. نعم. بس قناتكم الشريفه استاذ محمد الله يخليك ان شاء الله. يعني محمد انا مواليد 90 ومعتقل انا شنو انا مواليد 54 هو عنده الواحد وانا مواليد 54 هو مواليد 90 ومعتقل. نعم. يعني اسوي انا وبركب 17 نفر كلها بنات. الله يعينك ويصبرك يا محمد. انا استاذ محمد انا اشكرك يعني اعتذر منك هم لازم نسمع باقي الناس وان شاء الله باذن الله يعني نوقف على هذا الموضوع كل ما سنحت الفرصه ونعيد ونذكر به انه هو من اهم الملفات اللي يشهدها العراق واللي يعاني منها العراق ملف المعتقلين والمغيبين في سجون الحكومه والميليشيات من اهم الملفات اللي يعاني منها العراقي بسبب فساد الحكومة وبطش الميليشيات وفساد القوات الحكومية اللي أخفت كثير من الناس بذريعة المخبر السري وتهم كيدية وتهم باطلة وإلقاء قبض وإخفاء بدون أوامر قضائية وبشكل غير قانوني وغيرها 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 من ملفات كثيرة حقيقة يعاني منها العراقيون. وما فعل في المحافظات الغربية بعد العمليات العسكرية اللي دمرت المدن هو خير دليل على أعداد كبيرة جدا بالآلاف بل عشرات الآلاف تم إخفائهم ما بين ميليشيا تقوم بإخفائهم أو حتى قوات حكومية في سجون سرية وعلنية تابعة للحكومة والميليشيات. إن شاء الله بإذن الله كل ما تكون أكو فرصة لدينا في برامجنا نعيد ونذكر في هذا الملف المهم للغاية. أم أزهار من بغداد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حييك وحيي هاي القناة العظيمة وعامليها. حياك الله. بالنسبة إلى المتظاهرين. نعم. إحنا نتمنى أن تكون سلمية دائما. نعم. وما نقبل الترويج اللي الناس تقول لازم يلزمون السلاح ولازم يجمون على الخضراء. فهم هاي الحكومة هي تريد هالشكل تسويها. نعم. مثل سوريا. نعم. يردوهم يحملون السلاح ويروحون للخضراء ويصير مواجهات ويصير حرب أهلية وقتل ويصير مثل الدماء سائرة بالشوارع. احنا نأيد. نعم. الثورة السلمية والله يحميهم ان شاء الله وخليها الحكومه هاي الحكومه الطايحه باقيه مثل ما هي صامته كل شيء ما تقدر تسوي لا رئيس الدوله ولا رئيس البرلمان. نعم. انطيهم بس يبوقون ونهبون وقاعدين صفقات يسوون. نعم. وهذول شو يسمهم السياسيين. نعم. ان شاء الله وقتهم قرب وان شاء الله هذول الابطال الشرفاء هم اللي راح ياخذون حوبه. شكرا يا ام ازهار كنت معنا من بغداد وضحت الفكره. علي من النجف تفضل يا علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحيه خاصه لكم قناه الرافدين. حياك الله علي اهلا وسهلا. على الهواء انا. نعم انت على الهواء مباشره تفضل. حقيقة احنا بالنسبة للوضع مالتنا المناطق والفرات الاوسط احنا جانا ايش مأساة. نعم. شنو هي المأساة؟ حقيقة ما عندنا قادة تحكمنا بصورة صحيحة. نعم. احنا وضعنا الان مخربط راس رجلينا يعني لا عندنا قائد سياسي مضبوط مثل ما اقول قائد نتبعه. احنا الان عايشين بفوضى. ما يصير هيك هسه لو تباوع المظاهرات مال يتعامل وياهم بكل طرق بكل انسانيه وكل احترام. نعم. احنا جاي يقتلونا بالجمله وهالتعسف هذا والقتل احنا شنو مو بس يا كوكب عايشين في العراق. نعم. يعني هو من جاي يقتل هذا اسالكم بالله هو من جاي يقتل المواطن؟ منو؟ يعني غير من ضمن الحكومه غير ذولا شريك وياهم الطرف الثالث؟ والطرف الثالث منو؟ هي الحكومه نفسها الطرف الثالث. نعم. بس يا علي لا تفقد الامل. لا تفقد الامل بالقياده لانه هي المظاهرات هي القياده. فعلا المظاهرات هي القياده بس احنا للاسف مظاهرات اللي نتبع. نعم. قائد مع للاسف اقول عندنا قاده كبار بس للاسف
ما لهم دور. زين شنو الاحزاب والميليشيات هي المسيطره على الحكومه هسه تجيب اي مواطن صحيح خليه يحكي بصوت عالي يخطفوه ويقتلوه. صحيح احنا الان مسلوبه حقوقنا، احنا مختطفين من قبل الميليشيات. احنا هسه مو بدوله، احنا هسه مو بجمهوريه، احنا جمهوريه الاحزاب. نعم والله العظيم احنا مختطفين، احنا شعب مظلوم. فاحنا بهيجي يعني اشخاص جونا على الدباب الامريكي وحكمونا، بس احنا للاسف احنا اللي اعطيناهم مجال واحنا اللي انتخبنا دول. وانا اقول احنا كل انسان كل انسان يمر بمرحله قد يندم عليها، قد يحس انه هي خطا، لكن طالما هناك وعي يرجع بالناس الى طريق الصواب فلا تتندم على اللي فات. ابدا، ما انت بديت مرحله جديده الان، ثوره بالعراق، استمر بها وادعم اخوانك الموجودين. خلاص اللي صار صار واللي راح راح، موجود بالعراق، ما ننسى حق العراقيين، لكن لا نتندم انه احنا انتخبناهم. العراق يتعامل بطيب قلب وبطيب خاطر انه انتخب ناس اتوقع منهم ان يكونون شرفاء ما طلعوا، يعني هاي خلاص لازم هو يصحح الطريق بيده. انا اشكرك علي لضيق الوقت، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من النجف. مروان من صلاح الدين، تفضل يا مروان. مروان مروان من صلاح الدين، السيد مروان من صلاح الدين موجود؟ ام عبد الله من بغداد، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله الشريفة ولك الشرف الشريف. أهلا وسهلا. أستاذ، ترى كانت خطة الصدر اللي دعا إلى مظاهرة مليونية يوم الجمعة، ترى مو لسواد العيون أو لسواد إنه يخرج الأمريكي من العراق، لا. وإنما كانت لإشراف الجنرال الإيراني اسمه منصور، وتحت إشراف كان بتأييد من كل الأحزاب السياسية، كتاب حزب الله والنجباء كلهم والحشد، يقومون بعملية الدخول بالمظاهرات وقتل المتظاهرين وتدمير العراق وتدمير الجسر والسيطرة على أسلحة الجيش وتدمير كل البنية التحتية المتبقية. ترى هذا كان قصدهم الأول. بعدين احنا استاذ، احنا اريد اسال سؤال. تفضل. ثورة العشرين كانت سلمية؟ ثورة العشرين ما كانت سلمية. ام عبد الله، ام عبد الله، انا الوقت انتهى وحكينا بالموضوع قبل شوية، اذا حضرتك تابعتي مع السيد رياض من امريكا، قلنا بانه هذا ليس مطلب العراقيين. لدينا وجهة نظر، حضرتك او السيد رياض لديكم وجهة نظر، لكن لا تلقى قبولا في الشارع الان، وليس وقت طرحها، ليست اصلا محل طرح الان، لأنه هذه الأفكار تؤذي المتظاهرين أكثر من نفعها لهم. صحيح صحيح. أي؟ أنا أقول لك للمتظاهرين ترى هم مجموعة، يعني أريد أقول إنه أول شيء هم صح سيد عراقي كامل، بس السبب إحنا، لأن إحنا مدن يعني نعطيهم قوة وياهم كلنا كشعب عراقي. أم عبد الله، أنا وضحت الفكرة، أنا أعتذر منك، الوقت انتهى. مشاهدينا الكرام، انتهى وقت البرنامج. أنا أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة. إلى اللقاء.